يا صباح الخير يا اللي معانا، وصباح الخير يا اللي مش معانا بس بتتابعنا دلوقتي من اي مكان في العالم. وعشرة الصبح في الاهلي، يعني سعداء ان احنا بنرجع لحضراتكم اول حلقه بقى بعد العيد. يا رب يكون عيد سعيد. هنعرف كده الناس عملت ايه ونبدا بيك. صباح الفل في الاول. صباح العسل، كل سنه وانت طيبه. وصباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. وفعلا اتمنى يكون الكل يعني استمتع بكل يوم من ايام عيد الاضحى المبارك. كل سنه وكل حضراتكم طيبين، وربنا يعيد علينا الايام الجميله دي يا رب وكل الخير دايما. يا ترى عملت ايه في العيد؟ بحطت ايدك زي ما معقول. بصي زي ما قلت لك قبل العيد، قلت لك ايه؟ مفيش اي حاجه عملتها. هقول لك اهو، انا قلت لك ايه بالترتيب؟ قلت لك ان انا طالع الساحل، وقلت لك ان انا لما بطلع الساحل بعمل ايه؟ بتفضل قاعد ما بعملش حاجه خالص. وقد كان يا نهاوند، وكل حاجه قلتها لك بحذافيرها. بس فكره ان انت قاعده، فكره ان انت شايفه بحر، فيو حلو، هوا، نسمه هوا حلوه، يعني ما وصلتش ولادك. اصل الساحل مشكلته ان انت بتمشي مثلا 40 كيلو 60 كيلو في يا رايح جاي، فما وصلتش ولادك عند اصحابهم ولا اي حاجه، ولا اتحركت. قيد انمله. مين قيد انمله؟ شفت قايدة أبونا؟ لا جديدة. هتعمل شغل جامد في الانترو. صباح الفل عليك. تبع عنوان اللينك.